لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. يعني شوف الآية قراءتها واحدة مرة كيف اللي يحفظها، كيف اللي يكررها، كيف اللي يفسرها، كيف اللي يتدبرها، كيف اللي يعمل بيها. عطاء الله عظيم، ومع ذلك الناس سبحان الله في غفلة ومقصرين، والواحد منا يعني يضيع الكثير من هذه الحسنات كل يوم. ماذا يعني يتعبك أيها الإنسان لو سمعت الأذان فغدوت إلى المسجد فتسبق الصلاة وتقرأ 10 آيات 20 آية؟ ماذا يضيرك؟ ماذا يؤثر في جدولك الممتلئ ووقتك المزحوم جدا وما عندك فرصة تقرأ القرآن وما عندك وقت ومشغول؟ طيب بعد الصلاة بعد ما تصلي تجلس 10 دقائق تقرأ ما